كنا مرة مع شيخنا الحبيب عمر بن حفيظ في بلد من البلاد، سافرت معه، فكان من ضمن ما قدم في وقت الطعام في أول يوم وصلنا العنب، وصادف أننا كذلك قدموا لنا شيء من العنب، فذكر الحبيب عمر تأثر على المائدة وقال سبحان الله، نحن اليوم نخرج للدعوة إلى الله ويستضيفونا بالعنب على المائدة ونحن مرتاحين في الجو البارد والناس تحبنا وتعانقنا وتضيفنا. وكيف كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان له علاقة بهذا العنب، والعنب له صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالدعوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع إلى الطائف ولم يقبلوا دعوته وخرج في شدة التعب والإرهاق وجلس إلى حائط من حيطان الطائف، فجاءه ذلك الرجل عداس وجاء له بالعنب، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم العنب وهو في حالة من التعب والجوع والظمأ وضيق الصدر بسبب ما فعل هؤلاء المجرمون. المفارقات هذه هي نفس من أنفاس الذوق في حياة الإنسان، هذه المفارقات أو المقاربات أو المشابهات.